يحكي الدكتور خالد حمدي قائلا: حضرت يوما غسل طفل صغير توفي فجأة وهو في العاشرة من عمره، وبينما أنا منصرف من الغسل حيث ينتظر الناس خروج الجنازة، وجدت عددا كبيرا من النساء يتوسطهن امرأة تصرخ وتولول وتبكي فيتبعها النسوة في البكاء والعويل. علمت بعدها أنها أم الولد المتوفى. ذهبت إليهن حتى وصلت قريبا من الأم المكلومة فقلت لها: أمامك خياران لا ثالث لهما، إما أن تصبري وتحتسبي ولدك عند الله ولك بذلك بيت الحمد في الجنة، وإما أن تكملي صراخك وعويلك وتغضبي ربك فتخسري بيت الحمد، وفي الحالتين ولدك مات. ثم أسمعتها حديث فضيلة الصبر على موت الولد، فقالت: بل أصبر وآخذ بيت الحمد. قلت: إذن لا صراخ لا عويل لا تسخط. قالت: أفعل إن شاء الله. تركتها وانصرفت أسمعها ورائي تسكت النسوة وترضي نفسها معهن بقدر الله. كم للجنة من بريق في النفس يهون المصاب ويذلل الصعاب، ما أعان على كأداء الطريق ولا لأوائها مثل الجنة. وهل صبر المظلومين غير الجنة؟ وهل أعان المبتلين بقساوة الحاجة وشدة العوز وحياة الملاحقة إلا الجنة؟ وهل منع العين عن حرام النظرة واليد عن حرام اللقمة واللسان عن حرام الكلمة إلا الجنة؟ رأيت تاجرا حرق المجرمون مخازنه ومتاجره التي لا تعوضها الملايين الكثيرة والتي أفنى عمره فيها إنشاء واتساعا، فلما رأى الإشفاق عليه في عيني قال لي: هون عليك يا أخي، والله لهي عندي في جنب الله أهون ما تكون، المهم أن يكون نهاية الأمر مرضاة الله والجنة. أيقنت عندها كم تسمو النفس وينشط الجسد وتعلو الهمم وتنمحي سفاسف الدنيا عندما تحضر الجنة. لذلك ملأ الله تعالى بالقرآن ذكرها، وزين النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه الكلام عنها. وما غابت الجنة عن ناظري أحدنا إلا ساء خلقه ويبس طبعه وانغمست نفسه في الدنيا انغماسا عجيبا. حتى إذا سئل لماذا صرنا هكذا بعدما كنا هكذا، قيل: على قدر حضور الجنة تحضر الهمم، وعلى قدر غيابها نسيخ في الأرض وتضعف الأرواح وتخرب الذمم. من أجل الجنة رضيت الجارية السوداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تظل مريضة الصرع ما بقيت في الدنيا، ما دام بعد الصرع رفقة الحبيب والجنة. من أجل الجنة خرج عمرو بن الجموح بعرجته إلى الشهادة، ومن أجلها مات ابن أم مكتوم الأعمى شهيدا تحت أرجل الخيل في القادسية. لا حل لهذا الكم من الغوص في الدنيا واستثقال الطاعة وتشتت القلب في كل واد إلا باستحضار الجنة، فما أرانا والله إلا كما قال ابن القيم: سبحان الله، تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر وأنت مشغول بالجيف، فكيف لو عاش في زماننا؟ لا حل لهذه الحالة الإيمانية الهشة إلا استحضار بريق الجنة في النفوس. فإذا كانت الجنة كذلك، فالنشاط والنقاء والعطاء للدين هنالك. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. Ooh.